وقبل ما نبدا اولى فقراتنا نروح ونصبح على لميا ونعرف منها اسعار الذهب والعملات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك احمد. صباح الخير عليك يا صباح الخير يا لميا. وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدي صباح الخير يا مصر. ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الأمريكي سعر البيع 19.25 والشراء 19.18. اليورو سعر البيع 19.29 والشراء 19.20. جنيه استرليني سعر البيع 22.53 والشراء 22.43. فرنك سويسري سعر البيع 19.82 والشراء 19.74. اليوان الصيني سعر البيع 2.78 والشراء 2.77. ريال سعودي سعر البيع 5.12 والشراء 5.10. دينار كويتي سعر البيع 62.52 والشراء 62.25. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5.24 جنيه والشراء 5.22 جنيه. ودلوقتي هنرجع لأسعار الذهب ونشوف أسعار الذهب النهاردة أخبارها إيه. عيار 18 سعر السوق النهارده 931 جنيه للجرام. عيار 21 النهارده سعر السوق 1087 جنيه للجرام. عيار 24 1243. واخيرا الجنيه الذهب 8668 جنيه. عوده لاحمد وهدي. شكرا ليك يا لم.